مشاهدينا راح تقدم لكم قناة روتانا خليجية هذه السنة برنامج رياضي لكن بطابع مختلف تماما، فتنسة، برنامج تصل مدته إلى 5 دقائق يتناول أحدث المستجدات الصحية واللياقة البدنية. اشحن العضل PCAA هي أحماض أمينية معقدة التركيب. كيف نحسب الوزن المثالي للجسم؟ كمية الكيتوزيس دخل الجسم في حالة كيميائية، سكر كأنه هو البنزين حق الجسم. يسعدني أن أرحب بضيفنا عبر الهاتف الدكتور مصطفى العطاس منتج هذا العمل. كل عام وانت بخير مصطفى. وانت بخير وصحة وسلامة. أهلا بك. في البداية حابين نتعرف على فكرة البرنامج وإيش أهميته خصوصا في شهر رمضان. بالنسبة لجزئية فكرة البرنامج هو باختصار برنامج شبابي توعوي يهتم بالصحة واللياقة بكافة الجوانب، يعني تمارين وأساليب الحمية وإعداد الوجبات الصحية. يعني احنا ممكن تقولي من خلال هذا البرنامج يعني ومن خلال طبعا منبركم الوطانة الخليجية بنبرز دور الشباب السعودي مسألة التوعية المجتمعية. يعني الشباب السعودي تميز يعني في مدار السنوات اللي فاتت بإنتاج المحتوى أو إنتاج المحتوى الترفيهي عموما، لكن من هذا المنطلق دحين احنا بنوري ان الشباب السعودي بيتشارك المسؤولية. كونه يطلع في رمضان لأنه السنة هذه زي احنا ملاحظين انه رمضان جاي في بداية إجازة الصيف، يعني في متسع من الوقت لكثير من الشباب ان يستثمروا بشيء يفيد صحتهم وجسمهم، يعني فضلا انه كمان رمضان ذاته يعتبر محطه وموسم لناس كثيره لتحسين عاداتهم الصحيه والتغذيه والاقلاع عن التدخين وفيما الى ذلك. صحيح. ان شاء الله يا دكتور مصطفى يكون يعني بادره خير انه الناس تحسن شويه من اكلها ومن صحتها، لكن خليني اسالك فتنسه ايش الفكره من الاسم؟ يعني تصغير او عشان مدته 5 دقائق فانتوا كده عملتوا حاجه كده بتيت صغيره؟ يعني فتنس الكلمه ماخوذه من كلمه فتنس، هي تعريب كلمه فتنس اللي معناها لياقه. كون احنا البرنامج مجزأ على مدار الشهر 30 حلقه 5 دقائق عشان تكون سلسه بسيطه للمستقبل اللي يستقبل مثلا يوم عن المعلومات عن الرياضه، يوم عن وجبه صحيه، يوم عن استشاره في الحميه وهكذا. بما انكم مجموعه شباب الا ما يكون هناك في اجواء غريبه او بعض المواقف تحصل خلف الكواليس، اذكر لنا بعضها. والله ما شاء الله الشباب قبل ما يكونوا اصلا فريق عملهم اصدقاء في الاول والاخير، يعني لك ان تتخيلي يعني من خلاله يستحصل بعض المقالب، تحصل انه يحصل تحديات. ممكن اتذكر حد من الشباب يعني كان هو بيشرح التمرين وزميله بيأديه، فهو كان يتعمد الخطا عشان يصير كات ويعيد المشهد وكات ويعيد المشهد، كل هذا عشان يخلي صاحبه يتعب وهو يصور. اكيد. شكرا لك دكتور مصطفى على هذه المداخله.